الإكزيما متعبة جدا، الإكزيما مرهقة جدا، الإكزيما بتسبب مشكلة للصغيرين والكبار وكل الناس بتعاني منها. الإكزيما من الحاجات اللي فعلا بتضايق وبتسبب لنا الإحراج، وعندنا دايما الإحساس بالشعور باللي احنا عايزين نهرش نحك، يبقى فيه التهابات شديدة. لازم نعالج الإكزيما، ولكن لو انتي جربتي علاجات كتيرة وجسمك ما استجابش للعلاجات دي، عايزاكي تركزي معايا، لان اليوم جايبالك كريم اسمه لوكويد. الكريم ده من اشهر الكريمات اللي بينصح بيها الصيادلة وكمان الدكاترة، لانه بيحتوي على مواد فعالة بتعمل على تقليل الإكزيما بشكل كبير جدا جدا جدا، وبتعالج التهابات الجلد وداء الصدف وغيرها من مشاكل الجلد اللي بتصيبها. فلو انتي جديدة معايا في القناة وحابة تعرفي معلومات اكتر عن هذا الكريم وكمان كريمات اخرى، ما تنسيش اشتراك في القناة بالضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك، تفعيل علامة الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد الفيديوهات وتكوني اول واحدة تتفرجي عليها. الكريم بيتم استخدامه مرة الى 3 مرات يوميا للبالغين وكمان للاطفال، على وطبعا الجرعة وكمية بتختلف على حسب ارشادات الطبيب، فلازم نكون نستخدمه تحت اشراف الطبيب ويتحط فقط على المنطقة المصابة، بلاش نوزع الكريم على مناطق واسعة من الجلد. كمان ما ينفعش نستخدمه لفترات طويلة، لان او ان احنا نحط ضمادة او نحط عليه يعني شاش او حاجة، ما ينفعش خالص، لان الجلد بيمتص الكريم بشكل اسرع لما يتحط ضمادة او شاش على الجلد. هو كريم طبي، فهو منتج يؤثر على صحتك لو استخدمتيه بطريقة غلط، فاتبعي بدقة الكلام اللي هيقولك الطبيب وطريقة الاستعمال وارشادات الصيدلي اللي بحول بعلك الدواء. كمان الطبيب والصيدلي هما اللي عندهم خبرة في الدواء وهما اللي عارفين فوائده ومخاطره، فلازم تسمعي لكل حاجة هو بيتكلم عليها، لان الكريم بيحتوي على نسبة من الهيدروكورتيزون، لو استخدم بطريقة غلط او لو استخدم لفترات طويلة بيسبب مشاكل كتيرة جدا جدا. ما ينفعش تكرري نفس الكريم مرة اخرى، يعني لو اتعالجتي ورجع معاكي المرض تاني، ما ينفعش تكرري الكريم الا تحت اشراف طبيب او بوصفة طبية. ما ينفعش نستخدمه لو عندنا حساسية من احد مكونات الكريم، او لو عندنا اصابة فيروسية او فطرية او عدوى بكتيرية، فعشان كده بقولك استعمليه تحت اشراف طبيب عشان هو هيكون ادرى بحالتك الصحية والكريم اللي هيكون مناسب ليكي، وازاي تستخدميه بطريقة صحيحة. عندك اكزيما او مرض جلدي، بلاش تستخدمي ادواتك الشخصية مع ناس تانيين، تفادي ان هما ما يصابوش بالمرض ده، وكمان تفادي لو انت بدأت تتعالجي وخلاص اتعالجتي تماما، تتفادي ان المشكلة ترجع لك مرة اخرى. فحاولي تكون ادواتك الشخصية سواء منشفة او يعني فوطة او مشط خشبي او ملابس او ايا كان نوع الادوات الشخصية، تكون خاصة بيكي انت، وعدم ان احنا نبدلها مع الاخرين تفاديا لحدوث اي مشاكل. وان شاء الله هتجربيه وهيكون يجيب معاك النتائج كويسة جدا. انصحكم انكم تعملوا اشتراك في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو مع الجميع. اشوفكم في حلقة جديدة، مستنية رأيكم وتعليقاتكم لانها مهمة جدا بالنسبة لي، بحب اقرأ التعليقات وبحب اكتر ان انا ارد عليها، فما تحرمونيش من تعليقاتكم، واشوفكم في حلقة جديدة.